أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وسع المباركة. سعيد دائما متواجد معك خلال هذا البرنامج. الله يخليك أبو غازي. أشوف أنا حديث الذكريات عندك في مجلة الرياض. أي والله، هذه طبعا أبو فهد في أبريل 1973. حقيقة فعلا لقاء جميل مع عبد الرحمن المضاحكة، العم عبد الرحمن المضاحكة، ذكريات رياضي سابق صفحة يعدلها إبراهيم شتلة. يعني فعلا لقاء ثري بالمعلومات. طبعا هو عبد الرحمن عبد العزيز المضاحكة، 36 سنة، متزوج، لديه 3 أولاد، وهو واحد من أبطال الكويت السابقين في ألعاب القوة وكرة القدم. اعتزل اللعبة منذ عام 1957 بسبب السفر إلى خارج الكويت للدراسة، لكن صلته بالرياضة لم تنقطع. عاد ليخدم بلده ويقدم خبرته وثقافته إلى شبابها المثقف في رحاب الجامعة، حيث يشغل وظيفة الأمين العام المساعد لجامعة الكويت. طبعا بالبداية يعني يقول لا أذكر بالضبط شون بدأت يعني قصتي مع الرياضة، متى بديت ولا يعني أذكر، لكن أذكر أنه كنت من نعومة أظفاري. طبعا كان بيتنا بجوار البحر، كان يقضي ساعات في السباحة والقفز على السفن الراسية على الشاطئ. دخل مدرسة الأحمدية، ثاني مدرسة نظامية في الكويت، تأسست عام 21. كان يعشق الرياضة وأعجب الرياضيين، اشترك في الفريق الخاص بمدرسة وفي فرقة الكشافة مدرسة الأحمدية طبعا، وبدأ يتدرب على ألعاب القوة بفهد، ودخل المسابقات المختلفة. حصل على بطولة الموانع لعدة سنوات، وكانت بطولة الجري وكذلك بطولة الجري 100 متر، ولكن اتجه إلى كرة القدم، حيث انضم إلى فريق المدرسة مدرسة الأحمدية وهو يعني بسن صغيرة. بعد ذلك في مدرسة المباركية اللي انتقل إليها. في عام 52 بدأ مع مجموعة من الأصدقاء طبعا يفكرون في إنشاء نادي رياضي، وفعلا حققوا هذه الرغبة، وتم إنشاء نادي العروبة الرياضي اللي كان هو أحد مؤسسينه، صحيح، العم عبد الرحمن المضاحكة، اللي هو النادي العربي. نعم، وتمثل الصورة، طبعا هذه الصورة صور جميلة، أعضاء فريقه وبعض مؤسسي، وهم مساعد الحداد، عبد الوهاب العوضي، فهد الصرعاوي، محمد إدريس، جبر الغانم، وجاسم القطان، وعلي ناصر، محمد الصانع، محمد حبيب، وبركات بخيت. الصورة الأولى طبعا هذه لنادي العروبة الرياضي اللي فوق، صورة جميلة. وبعدها طبعا أخذت هذه الصورة منذ 22 عاما، يعني هذه 73، يعني تقريبا 51 في مدرسة المباركية، وقد ظهر فريق كرة السلة والذي كان يتنافس عليه وقت ذاك على كأس البعثة. وهذه صورة نادرة منذ عام 1951 أخذت لفريق الأهلي الرياضي وفي مباراته ضد فرق الشركات الأجنبية، وتجمع الصورة عمالقة لعبة آنذاك. هاي ثلاث صور، الأولى اللي فوق للعروبة، صحيح، وهذه مفهد طبعا يعني. هذه المدرسة المباركية، واللي يمها طبعا مفهد لنادي العروبة عام 1951. والله صراحة صور نادرة، بس في مشهد تحت شقوك التعليق الإذاعي والتلفزيوني لا يتمشى ومستوى اللعبة وجمهورها، يعني يتكلم عن انتقال. نعم طبعا يتكلم أبو فهد، يقول كانت الإمكانيات ذاك الوقت بداية الخمسينات ضعيفة، يعني ما كان لنادي العروبة ميزانية تذكر، وكان طبعا يحصل مصروف يعني إيراداته عن طريق اشتراك البسيط وبعض التبرعات. صحيح، يعني يقول أهم مباريات أيامنا كانت بين الجزيرة والعروبة للقادسية والعربي. تمثل في وقت الحاضر مباريات بين القادسية والعربي. يقول توقفت عن ممارسة لعبة كرة القدم عام 57 عندما سافرت للدراسة طبعا، لكن لازلت أعشق الرياضة وأمارس السباحة. يقول طبعا هني يتكلم أبو فهد، يعني هذه معلومات مهمة، اللاعبين اللي أعجب بهم يعني عددهم كبير، منهم وصل إلى مستوى رفيع، ومنهم الناشئ الذي أرجو له الوصول سريعا إلى مصاف لاعبين دوليين. أنا شخصيا عرباوي لحما ودما، نعم عبد الرحمن المضاحكة. أهم مباراة محلية قيمة حتى الآن هي مباراة الكويت بأسرها، ممثلة بفريق القادسية وفريق البرازيل سانتوس، والتي ظهر فيها المستوى الرفيع الذي وصل إليه لاعب الكويتي. طبعا هذه كانت من أفضل المباريات. إيش رأيك نطلع فاصل إن شاء الله؟ هذا اللقاء مع العم عبد الرحمن المضاحكة، فعلا اللقاء طبعا فريق. اللقاء مع عم عبد الرحمن المضاحكة من اللقاءات الثرية، وحصلنا فيها صور نادرة، وأيضا بعض المعلومات اللي كانت قريبة عنا في تلك الفترة. لكن أعزائي المشاهدين، إيش رأيكم نطلع فاصل قصير ومن ثم نكمل بقية حلقتنا؟ فاصل وراجع لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنت مع مجلة الرياضي بغازي. نعم، احنا تكلمنا في يعني الجزء الأول من الحلقة عن العم عبد الرحمن المضاحكة ودوره في تأسيس نادي العروبة، يعني أحد أعرق الأندية في فترة السبعينيات، واللي تحول طبعا بعد إشهار الأندية للنادي العربي. صحيح. مع أندية أخرى صارت النادي العربي، يعني دمجت صارت النادي العربي. هذه الفترة طبعا أبو فهد احنا نحاول نسلط الضوء عليها، أكيد، لأن فعلا يعني فقيرة بالمعلومات. صحيح. خصوصا للباحثين، يعني من خلال التقائنا، يعني تذكر أنا وياك أبو فهد مع مجموعة من الباحثين والمهتمين. صحيح. كانوا يحاولون طبعا أنهم يحصلون معلومات عن هذه الفترة. نعم. نعم. ليه الرياضة طبعا أبو فهد بالخمسينيات وما يعني وقبل الخمسينيات. صحيح. فإحنا نحاول يعني أي لقاء يعني في ناحية توثيقية، يعني خصوصا مع المؤسسين وجيل الرواد، نحاول أن نعرضها للسادة المشاهدين. صحيح. عشان يستفيدوا منه. هذا طبعا مفهد مجلة الرياضي عام 1971. حقيقة يعني فعلا هذه الصورة نادرة جدا مفهد. هذه صورة من الماضي المجيد للرياضة والرياضيين في كرة القدم، كيف تم إنشاء فريق العروبة سابقا. هذا طبعا لفريق العروبة، شوفها مفهد، هذه صورة. راح أقرأ أنا معلومات اللاعبين، أسماء اللاعبين، أسماء اللاعبين وبعض المعلومات المتعلقة بهذا النادي. طبعا يقول وردتنا الرسالة التالية تبين لنا وقراء الأعزاء صورة من الماضي المجيد للرياضة والرياضيين في كرة القدم، وكيف تم إنشاء فريق العروبة الرياضي سابقا، ونحن نشكر بدورنا هذه البادرة الطيبة ونأمل المزيد منها النظر بفخر واعتزاز. يعني ويشكرون صاحب هذه المبادرة ما أذكره. طبعا يقول في يوم من الأيام أراد بعض الشباب الكويتي أبو فهد أن يكون لهم فريق كرة قدم، وبالفعل اجتمعوا ذات ليلة في مسكن أحد الزملاء في منطقة القبلة جبلة يعني، ودار الحديث بينهم على تشكيل فريق، وعد تبادل الحديث فيما بينهم على تسمية الفريق، فاتفق الجميع على أن يكون ذلك الاسم هو فريق الصخرة. إلا أن أحد الأعضاء وهو السيد عبد الوهاب العوضي دعا أصحابه إلى ديوانه، ديوان العوضي في منطقة شرق، لتناول الشاي. وهناك في هذا الديوان كان السيد عبد الرحيم العوضي موجودا، وهو عم السيد عبد الوهاب العوضي. فلما رأى الأعضاء مختلفون في تسمية فريقهم، طلب منهم أن يسمحوا له في مشاركتهم، فاقترح عليهم بتسمية هذا الفريق باسم فريق العروبة الرياضي. ولما وقعت هذه الكلمة على الأعضاء استحسنها الجميع وباركوها، والصورة التي في أعلى هذه تمثل الفريق الأول الذي شارك في تأسيس فريق العروبة الرياضي سابقا سنة 1950. الله، شوف فريق تأسيسي هذا، يعني الصورة هذه أي سنة 1900 أول فريق لنادي العروبة. المجلة هذه أي سنة؟ 71 يعني صار له الحين تقريبا 21 سنة. أي يعني هذا يقول لك الصورة أول فريق لنادي العروبة، هذا الفريق المؤسسي. اذكر أساميهم. أول شيء جاسم القطان، علي ناصر، مساعد الحداد، محمد الصانع، محمد حبيب، بركات، محمد إدريس، عبد الرحمن المضاحكة. طبعا احنا قلنا في هذا يأكد ان العم عبد الرحمن المضاحكة من المؤسسين. وفهد الصرعاوي، وجبر الغانم، وعبد الوهاب العوضي. الحين يشكرون لأهداهم الصورة نذكره. وقد أهدى هذه الصورة إلى جريدة الرياضي سيد محمد عبد الله الصانع، الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة التربية والتعليم. هذه صورة نادرة. هذا أول فريق لنادي العروبة، هذا المؤسسين. أتمنى من مجلس إدارة نادي العربي إذا الصورة هذه مو موجودة عندهم أنهم يتواصلون ويانا وراح نوصلهم الصورة هذه بالذات، لأن هذا أول فريق. نعم. مثل فريق النادي العروبة اللي هو النادي العربي فيما بعد. الحين وصلنا التجوري أبو غازي. التجوري عندنا طبعا هاي الصورة أبو فهد اللي هي استقبال سمو أعتقد ولي العهد لفريق منتخب الكويت الفائز بدورة كأس خليج الثامنة في البحرين 86 شيخ سعد العبد الله رحمه. بزي شوفها لما تروح بالزي الوطني، تعرضها ابو فهد للكاميرا لما تروح بالزي الوطني، استقبال يعني يعطي خصوصيه. نعم. ويعطي تراث يعني جميل. هذا وين؟ في قصر السيف يمكن. هذا قصر السيف. نعم. اعتقد الصوره هذه جميله جدا مع اللاعبين، مجموعه اللاعبين كابتن صالح زكريا رحمه الله عليه، محمد الزامل، ايضا مجموعه من اللاعبين. طبعا مع الصورة الجميلة هذه أعزائي المشاهدين نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.